يجيب ذاك الميسي هدفين بيدرو ولويس بيدرو بالخطأ في مرمى الفريق ولاحظ الكرة تضيع وين تضيع وين تضيع وين في المكان الخطير هول هول يسجل من بيدرو من بيدرو في الدقيقة العشرين الخطأ في هذه كرة عالية وللأمام الآن بالرأس خطيرة جول جول ثاني هل جاء من إيران صديقة يدوري ذلك نعم يدوري ذلك نعم هدف من إيران صديقة وبالتالي يتقدم الآن المدافع هل يترجمها إلى هدف المباراة الأول بالنسبة لبلد الوليد بالدس المرمى بالدس المرمى ضربة جزاء جول جول يسجل